السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا المحاضرة الثالثة من كورس الـ Artificial Lift وهو الـ Production Engineering 2. وطبعا محاضرتنا اليوم حتكون بعنوان الـ Electrical Submersible Pump وهي الـ ESP. سوف نقوم بدراسة مضخة الغاز الكهربائية بالتفصيل من جميع النواحي. نبدأ الآن على بركة الله بدراسة المضخة الغاز الكهربائية. طبعا في دراستنا للـ ESP سوف نقوم بتقسيم المحاضرات إلى العديد من الأجزاء. الجزء الأول من هذه الأجزاء يشمل الخلفية النظرية حول الإلكتريكال سبمرسيبل بامب، ومن ثم سوف نتحدث عن المكونات السطحية والتحت سطحية الخاصة بهذه المضخة، ومن ثم المشاكل الخاصة بهذه المضخة، وأخيرا عملية التصميم. نبدأ الآن على بركة الله. تم اختراع هذه المضخة وذاك بواسطة مهندس روسي اسمه أراميس أورتونوف، وذاك في سنة 1910. وفي سنة 1911 قام أراميس أورتونوف أو هذا الشخص بفتح شركة وسماها الريدا، اختصار لـ Russian Electrical Dynamic of Ortonov، وهي وحتى وقتنا الحالي تعتبر من أشهر الشركات الخاصة بالإلكتريكال سبمرسيبل بامب. وأول مضخة غاز كهربائية تم تثبيته بنجاح كان سنة 1926 في حقل دوريدو بولاية كنساس الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأول بيكترو وهو نجاح باهر للـ ESP كان سنة 1950 عندما تم تركيب البروتكتور وبالتالي زيادة العمر الافتراضي لحياة البئر عن طريق زيادة العمر الافتراضي للمضخة. وأول ESP تم تثبيتها في ليبيا سنة 1965، بالإضافة لأنه أول روتر جاس سيبريتور وهو أحد الأجزاء التي سوف نقوم بدراستها والخاصة بالـ ESP تم تثبيته في سنة 1970، وأول فاريبل سبيد درايف وهو VSD تم تثبيته في شهر أغسطس من سنة 1977. يوجد في ليبيا ثلاث شركات مشغلة للـ ESP وهي شركات عالمية. أولا لدينا شركة الريدا بام كامباني وهي Russian Electrical Dynamic of Ortonov، بالإضافة إلى شركة كيبا والمعروفة أيضا بالسنتر ليفت، وأخيرا الـ Western Submersible Pumps WSP. نأتي الآن إلى مقدمة حول المضخة. هذه المضخة عبارة عن مضخة تحتوي على أكثر من ستيج، وستيج سوف نقوم بدراستها فيما بعد، حيث يدخل الماء على المراد إنتاجه إلى داخل المضخة، ومن ثم يمر خلال المروحة التي تزيد من سرعته، وبعد يصطدم بالديفيوزر حيث تتحول هذه السرعة إلى الضغط، وهكذا تستمر العملية حيث يتم تزويد الماء بطاقة كافية لرفعه إلى السطح. طبعا كل ستيج يحتوي على مروحة وديفيوزر. المروحة تقوم بزيادة سرعة السائل ليصطدم بالديفيوزر الذي يحول هذه السرعة إلى الضغط، ومن ثم تستمر هذه العملية بحيث يتحول السائل إلى الضغط، ومن ثم تزداد سرعة بواسطة المروحة، وهكذا مئات المرات حتى نصل إلى قوة كبيرة لدفعه إلى السطح. نأتي الآن إلى أفضل الظروف التشغيلية التي تعمل عندها الإلكتريكال سبمرسيبل بامب. أولا Low Gas Oil Ratio Crudes، بمعنى أن النفط الخام يجب أن يحتوي على كمية قليلة من الغاز، وذلك لأن الغاز يسبب العديد من المشاكل التشغيلية لهذه المضخة. ثانيا High Water Cut، أفضل ظروف تشغيلية لهذه المضخة عندما تكون نسبة الووتر كات عالية، بالإضافة إلى الهاي بي آي، بمعنى أن نسبة الإنتاج تكون عالية، وذلك النتيجة لأن البروتكتيف إندكس تكون عالية. نو سوليدز، بمعنى أنه من الأفضل عدم وجود أي مواد صلبة لتقليل المشاكل بقدر الإمكان. وخامسا البامب سات ديب أولويز بي أبوف بابل بوينت، بمعنى أنه يفضل دائما استعمال هذه المضخة وذلك فوق البابل بوينت، بمعنى لمنع حر الغاز. وسادسا المصدر الخاص بالطاقة الكهربائية يجب أن يكون مصدر ثابت. وسابعا عدم إجراء عملية القفل لهذه المضخة بصورة فجائية. وللحصول على أفضل أداء للمضخة وهي الإلكتريكال سبميرسيبل بامب يجب أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار. أولا المضخة يجب إنزالها دائما فوق البرفوريشن، وذلك للسماح للحرارة بالتبدد بواسطة مواع الإنتاج، بمعنى للسماح للموع بتبريد المحرك الكهربائي الخاص بهذه المضخة، وذلك لأنه كما نعرف بأنه عندما تتحرك الموع فإن لديها خاصية تبريد، لهذا يجب الاستفادة من خاصية التبريد وذلك من أجل تبريد المحرك. ثانيا الغاز الموجود في الفراغ وهو الأنولر المحصور ما بين التيوبينج والكيسينج يجب طرده إلى الخارج، وذلك لأن هذا الغاز سوف يسبب العديد من المشاكل التشغيلية. ثالثا تبريد المحرك يجب أن يتم بشكل كامل، وذلك لأنه كما أشرنا سابقا فإنه في حالة عدم التبريد الكافي فسوف تحدث العديد من المشاكل.
نأتي الآن إلى المكونات الخاصة بالإلكتريكال سبمرسيبل بامب. طبعا يمكن تقسيم المكونات إلى قسمين رئيسيين، معدات سطحية ومعدات تحت سطحية surface and subsurface equipment. نبدأ الآن بالsurface equipment. طبعا يوجد أربع مكونات رئيسية على السطح. أولا لدينا الإلكتريكال باور سبلاي، وهو مصدر طاقة الكهربائية الذي سوف يقوم بتغذية المضخة الغطسة الكهربائية. طبعا يوجد نوعان رئيسيان من مصادر الطاقة. أولا لدينا الإلكتريك جنريترز، وهي مولدات الكهربائية والتي تستعمل في حال كان موقع الحفر بعيد جدا عن المناطق المدنية التي تحتوى مصادر كهربائية. والنوع الثاني هو اللوكال باور كومباني، وهو يمثل استعمال الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك أعمدة الطاقة الكهربائية الموجودة في القرى والمدن، وخصوصا في المناطق القريبة من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لأنها أقل تكلفة وتساعد في تقليل الاستهلاك بدرجة كبيرة. نأتي الآن إلى المكون الثاني من المعدات السطحية الخاصة بالمضخة الغازية الكهربائية، وهو الإلكتريكال ترانسفورمر. طبعا بعد إيصال خط تيار كهربائي من الإلكتريكال جنريتور أو اللوكال باور كومباني، يتم توصيل هذا الخط بالإلكتريكال ترانسفورمر، وهو المحول الخاص بعملية تحويل التيار الكهربائي على حسب احتياج المضخة الغاطسة الكهربائية. طبعا الوظيفة الرئيسية للمحول الكهربائي هي التحكم في جهد السطح، المعروف أيضا بالسيرفيس فولتج، وذلك لتجهيز المحرك الكهربائي من أجل العمل على جهد عالي أو منخفض على حسب الظروف. ويمكن استعمال المحول كالتالي: إما سيت أب ترانسفورمر أو سيت داون ترانسفورمر. يقصد بالسيت أب ترانسفورمر هو من أجل زيادة جهد الخط الرئيسي جهد المحرك الكهربائي، وأما السيت داون ترانسفورمر فهو من أجل تقليل جهد الخط الرئيسي بالنسبة لجهد الموتور. والفكرة الرئيسية في استعمال ترانسفورمر هو لتقليل أو زيادة معدل السحب للتيار الكهربائي من مصدر الطاقة، وذلك على حسب الظروف الراهنة. ففي حال كان لدينا عملية تشغيل تتطلب طاقة كبيرة، فسوف يساعد الترانسفورمر على سحب طاقة كبيرة بدون حدود أي ضغط على مضخة الغطس الكهربائية. والعكس صحيح في حال كانت عملية البدء في التشغيل ليست قوية، لهذا سوف يساعد على سحب كميات قليلة من التيار الكهربائي من مصدر الطاقة، وذلك للمحافظة على البداية الجيدة. نأتي الآن إلى ثلاث المعدات السطحية، وهي السويتش بورد، المعروف أيضا بالموتور كنترولر. طبعا الوظيفة الرئيسية للسويتش بورد هي كالتالي: تقع السويتش بورد ما بين الويل هيد والترانسفورمر، وهذه هي الوظائف الخاصة بها. أولا التحكم في الموتور، وذلك من أجل تفادي الأوفرلود والأندرلود والحماية منهم. طبعا يقصد بالأوفرلود هو الحمل الزايد على الموتور، والأندرلود هو الحمل القليل على الموتور. ثانيا تسجيل التيار الكهربائي بواسطة التشارتات وباستعمال التشارت المقسم إلى 24 ساعة أو التشارت الأسبوعي، المعروف أيضا بالأمتر تشارت، وذلك لأنه يتم استعمال التشارت وذلك لمتابعة أداء المضخة الغطس الكهربائية. وعن طريق هذه التشارتات التي سوف نقوم بدراستها فيما بعد، نستطيع التعرف على أنواع المشاكل التي حدثت للمضخة الغطس الكهربائية. ثالثا تستعمل كمؤقت زمني من أجل البدء أو الإغلاق بشكل أوتوماتيكي. يمكن استغلال السويتش بورد وذلك لتشغيل المضخة الكهربائية في فترة زمنية معينة أو إغلاقها عند فترة زمنية معينة كذلك. نأتي الآن إلى المعدة الرابعة والموجودة ما بين الويل هيد والسويتش بورد، وهي الجانكشن بوكس، المعروف أيضا بالفانت بوكس. طبعا يتم تثبيت الفانت بوكس ما بين رأس البير وهو الويل هيد والسويتش بورد كما أشرنا سابقا، وتثبت على حوالي 15 إلى 25 قدم من رأس البير. إذا هذا هو البعد الخاص بالفانت بوكس من الويل هيد. وتشمل الوظائف الرئيسية للفانت بوكس النقاط التالية: أولا توفير نقطة وصل ما بين الكابلات الكهربائية الآتية من السلك الكهربائي من الويل هيد والأسلاك الكهربائية الآتية من السويتش بورد، وذلك لأنه يوجد اختلاف كبير في خواص التيار الكهربائي وخواص الأسلاك الكهربائية التي يتم توصيلها من السويتش بورد إلى الفنت بوكس ومن الويل هيد إلى الفنت بوكس. لهذا يعمل الفنت بوكس المعروف أيضا بجانكشن بوكس على عمل وصلات متينة لربط هذه الأسلاك مع بعضها البعض. ثانيا توفير مسار ليتم تفريغ الغاز به من أسفل البئر إلى السطح. من المعروف أن الغاز قليل الكثافة وبالتالي يصعد إلى السطح، وفي حال كان لدينا كابل كهربائي ممتد من الويل هيد إلى المضخة الغطسة الكهربائية، فإن الغاز سوف يتتبع هذا المسار وهو الكابل الكهربائي لكي يخرج إلى السطح. لهذا نحتاج إلى مكان للسماح للغاز بالمرور، للسماح للغاز بالتبخر للهواء الجوي، وذلك لعدم السماح له بإفساد المكونات الكهربائية، وهذه وظيفة الفانت بوكس. وثالثا
توفير إجراء عملية اختبار الوصلات الكهربية بسهولة. أحيانا قد تحدث بعض المشاكل في المضخة الغاز الكهربية، ومن أجل التحقق من أن هذه المشاكل قد تكون من المضخة أو من الكابل، يتم إجراء بعض الاختبارات الخاصة بأسلاك الكابل، وذلك عن طريق الفنت بوكس. ورابعا، من أجل تغيير اتجاه دوران المروح، إما أن يكون كلوكوايز أو أدر كلوكوايز، بمعنى إما يكون اتجاه دوران المروح مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، وذلك على حسب كيفية الاستخراج المرادة من أسفل البئر. بالإضافة إلى أن لدينا بعض المعدات الإضافية، وهي الويل هيد أسمبلي، وهو رأس البئر. طبعا رأس البئر المستعمل في الإلكتريكال سبمرسيبل بامب لا يشبه رأس البئر العادي، وذلك لأنه يوجد ميزة أخرى، وهي وجود مسار للسماح بالكابل الكهربائي، وذلك بالمرور من السطح إلى أسفل البئر، مع المحافظة على عمل سيلينج، وهو عملية إغلاق محكم لرأس البئر، وذلك لعدم السماح بالويلبور بالتلامس مع الهواء الجوي حتى لا نفقد الضغط الخاص بعملية الإنتاج. لهذا يجب أن يكون النظام مغلق، وذلك لتفادي فقدان الضغط نتيجة لتسرب الضغط إلى الهواء الجوي. نأتي الآن إلى الاستعمالات الرئيسية للويل هيد أسامبلي. أولا، دعم وزن التيوبينج وأيضا المضخة، وذلك لأن المضخة والتيوبينج ذات وزن كبير جدا، لهذا يجب دعمها جيدا بواسطة الويل هيد. ثانيا، السماح للكابل الكهربائي بالعبور من السطح إلى الموتر، وهذه الميزة الرئيسية التي تميز الويل هيد الخاص بالإلكتريكال سبمرسيبل بومب من الويل هيد الخاص بالطرق العادية، وهي طرق الإنتاج الطبيعي. ثالثا، توفير وصلات لمنع الضغط العكسي حول التيوبينج و الباور كيبل. من المعروف أنه أحيانا قد تحدث عملية ضغط عكسي مما يؤدي إلى خروج الموء من التيوبينج إلى الأنور، لهذا من أجل التغلب على الضغط العكسي يتم استعمال الويل هيد. يوجد العديد من المكونات التحت سطحية. نبدأ أولا بالسبميرجبل موتور، وهو المحرك الكهربائي الخاص بالمضخة الغاطسة الكهربائية. طبعا يعتبر الموتور هو المحرك الأساسي للمضخة، وهو يتكون من 3 فيز، وهو الانديوسد تايب، بمعنى ان الطاقه يتم توليدها ذلك عن طريق امرار التيار الكهربائي خلال ملف نحاسي ملفوف حول المغناطيس، وبالتالي يتكون مجال مغناطيسي، وهذه طريقه طرف بالحث المغناطيسي، وذلك من اجل توفير الطاقه اللازمه من اجل القيام بهذه الوظيفه. ويتم تعبئته بزيت معدني وهو مينرال اويل معالج بدقه عاليه، وذلك لتوفير الوظائف التاليه. إذن هذه الوظائف الرئيسية للزيت المعدني الموجود بداخل الموتور. أولا Electrical Strength، وهي قوة العزل الكهربائي، وذلك لأن هذا الزيت يجب أن يكون عازل كهربائيا، وذلك لعدم السماح للشحنات الكهربائية الناتجة من عملية الحث المغناطيسي بالتلامس مع الموقع الموجود في الخارج حتى لا تتولد تيار كهربائية، مما قد يسبب في العديد من المشاكل، وخصوصا في وجود غازات قابلة للاشتعال. ثانيا Lubrication for Bearing، وهي عملية التزييت الخاصة بكراسة التحميل المستعملة في الأجزاء الداخلية للموتور. وثالثا Good Thermal Conductivity، بمعنى عملية توصيل حرارية جيدة، وذلك من أجل زيادة قيمة العزل الحراري ومنع عملية التمدد الحراري التي تحدث للزيوت مما يؤدي لخروجها من الحيز الخاص بها. ويتراوح الجهد التشغيلي للموتور ما بين 230 فولت إلى 5000 فولت، بمعنى قد يصل إلى قيم كبيرة جدا، والتيار الكهربائي ما بين 12 أمبير و 130 أمبير، وتبلغ قيمة القدرة المستهلكة من حوالي 12 هورس باور إلى 2000 هورس باور، تردد 60 هرتز، وسرعة دوران مقدارها 3500 RPM. هذه الظروف التشغيلية الخاصة للموتور بصفة عامة. ويحتوي الموتور على جزئين رئيسيين، ستيتر وروتر، بمعنى جزء ثابت وجزء متحرك. بالنسبة للستيتر فانه يدعم الدائرة المغناطيسية، وهي الخاصة بالحث الداخلي، وهو Induced Type. وبالنسبة للروتر فانه على شكل عمود مذبب من أجل زيادة الكفاءة. نأتي الآن إلى المعدة الثانية، وهي البروتكتور المعروف أيضا بالسيل سكشن. طبعا يقع الموتور في أسفل المضخة الغطس الكهربائية، ومن ثم البروتكتور الذي يقع فوق الموتور، وذلك من أجل حمايته. يتم تثبيت البروتكتور ما بين الموتور والمضخة، والوظائف الرئيسية هي كالتالي. أولا، توصيل الموتور مع المضخة عن طريق توصيل الهاوزنج وعمود التدوير مع بعضها البعض. طبعا المقصود هنا هو إيصال جميع مكونات المضخة الغاز الكهربائية مع بعضها البعض بواسطة البروتكتور، حيث يعمل البروتكتور كحلقة وصل ما بين الموتور والأجزاء التي تقع فوق الموتور. ثانيا، حمل حلقات التدوير وهي البيرينج ويرز من أجل امتصاص عزم الدوران الناتج من عملية الدوران. ثالثا،
عزل زيت الموتور عن الموقع الموجودة بخارج الموتور وهي الموقع بداخل الويلبر، وذلك لأنه كما نعرف بأن الموقع سوف تتحرك من أماكن الضغط المرتفع إلى أماكن الضغط المنخفض، يجب عمل موازنة للضغط ما بين الداخل والخارج لمنع هذه العملية. ورابعا السماح بالتمدد الحراري لزيت الموتور، وذلك لأنه في حال عدم السماح بعملية التمدد الحراري فسوف تحدث العديد من المشاكل الداخلية. ويوجد العديد من التصاميم الخاصة بالبروتكتور، وتختلف من شركة إلى شركة أخرى، ولكنها تعتمد جميعا على الكيفية التي يتم فيها عزل زيت الموتور بها. نأتي الآن إلى أنواع البروتكتور. لدينا البرنت المعروف أيضا بالبروتكشن تشامبر، بالإضافة إلى البيلو ستايب وهو الباكس. هذان هما النوعين الرئيسيان للبروتكتور. نأتي الآن إلى المعدة الثالثة من معدات الإلكتريكال سمبرزمال بامب التحت سطحية، وهي البامب انتيك المعروف أيضا بالكاز سيبريتر. طبعا البامب انتيك هو الجزء الذي يدخل فيه الهيدروكربون الى داخل المضخة الغطس الكهربائية، وعندما تكون قيمة الغاز ليكويد ريشيو عالية أكثر من 10% في العادة يتم تركيب غاز سيبريتور، وذلك لإزالة أكبر كمية ممكنة من الغاز وعدم السماح لها بالدخول إلى داخل الستيجس، وهي التي تتكون من مراوح وديفيوزر. طبعا دخول الغاز إلى هذه الستيجس سوف يسبب العديد من المشاكل التي سوف نتطرق إليها فيما بعد، والوظيفة الرئيسية هي إزالة جزء كبير من الغاز وعدم السماح له بدخول الفصل وهو الغاز سيبريتور. نأتي الآن إلى أنواع الغاز سيبريتور. يوجد ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول هو النوع الروتري، وهو المعروف أيضا بالديناميك، وذلك لأنه في حال حركة مستمرة، وذلك من أجل تحسين وزيادة نسبة الغاز التي يتم فصلها في هذه العملية. وثاني لدينا الريفرس فلو، وهو الفورتكس بمعنى الدوران العكسي، وذلك عكس اتجاه دخول السائل إلى داخل المضخة ليساعد في عملية إزالة الغازات بأكبر كمية ممكنة. وثالث لدينا الادفانسد جاز هاندل المعروف أيضا الـ AGH، وهو تقنية حديثة تجمع مميزات النوعين السابقين. نأتي الآن إلى المعدة الرابعة وهي السنترفيجال بامب، وهي المضخة الغطس الكهربائية في حد ذاتها. طبعا هي عبارة عن مضخة متعددة المراحل بمعنى مالتي ستيج، ويوجد في كل مرحلة مروحة متحركة ومشتت ثابت، وهو ما يعرف بالإمبلر والديفيوزر. طبعا كل إمبلر وديفيوزر يسمى وان ستيج، حيث يتم تزويد الموقع المنتجة بطاقة حركية عالية بواسطة المروحة، وذلك لأن طريقة عمل المروحة والديفيوزر تتبع نظام عمل معادلة برنولي، حيث أنه يتم تحويل السرعة إلى ضغط والعكس حتى نحصل على ضغط عالي جدا، وهو ما ينعكس على صورة طاقة عالية للسائل لكي يتحرك من أسفل البئر ليصل إلى السبيرتور على السطح. وطبعا كل ما زادت المسافة وكل ما زاد الاحتكاك كل ما زاد عدد المراحل، وذلك للحصول على طاقة عالية من أجل التغلب على هذه القوة المعاكسة. وبعد تتحول هذه الطاقة إلى الضغط عندما تصطدم بالديفيوزر، وهكذا تستمر هذه العملية بمعنى مروحة ديفيوزر مروحة ديفيوزر لنحصل على طاقة عالية حتى يتم الحصول على الطاقة اللازمة لرفع الموقع إلى السطح. نأتي الآن إلى أنواع المضخات. طبعا يتم تقسيم المضخات وذلك على حسب المروحة الخاصة بها وهي الإمبلر، حيث يتم صنع شفرات المروحة بزوايا محددة، وذلك من أجل الحصول على نوعية التدفق المطلوبة. نأتي أولا إلى الراديال فلو بامبس وهي أول الأنواع. هذا النوع من المراوح له زاوية ميل مقدارها 90 درجة بمعنى زاوية قائمة، وتستعمل في الآبار ذات معدل الإنتاج المنخفض، وذلك لمساعدة المضخة الغطس الكهربائية على الإنتاج بطريقة سليمة دون حدود ضغط عالي على المضخة. وثانيا الميكست فلو امبلر وهو الشائع الاستعمال. هذا النوع من المضخات له زاوية ميل مروحة مقداره 45 درجة، وتستعمل في الآبار ذات الإنتاجية العالية. طبعا كما نعرف بأنه كل ما اقتربنا من زاوية مقدارها 45 درجة كلما كانت معدلات الإنتاج يمكن الحصول عليها أعلى. وثالثا لدينا الأكسل فلو بامب وهو عبارة عن نوع محوري بمعنى أن الزاوية في المروحة تكون قريبة ل 180 درجة. نأتي الآن إلى العوامل المؤثرة في معدل التدفق في داخل المضخة. أولا سرعة دوران المراوح، فكلما كانت سرعة دوران المراوح أعلى كلما كان معدل التدفق أعلى. وبالنسبة لحجم المروحة وتصميمها فكلما كانت الزاوية 45 درجة أو قريبة من 45 درجة كلما كانت سرعة الدوران أعلى، وبالتالي كان معدل التدفق أعلى. وثالثا عدد الستيجز، كلما زاد عدد الستيجز كلما كانت القوة أعلى. والمسافة الكلية التي ينبغي على المضخة دخل السائل خلالها، كلما زادت المسافة كلما زادت كمية هبوط الضغط وزادت كمية العوائق لمعدل التدفق،
وبالتالي سوف نخسر طاقة كبيرة. وخامسا، الخواص الفيزيائية للمواد المضخة، فكلما كانت اللزوجة عالية كلما احتجنا إلى طاقة كبيرة، وذلك من أجل ضخ هذه المواد. نأتي الآن إلى المعدة الخامسة تحت السطح، وهي Electrical Power Cable، وهو السلك الكهربائي الذي يتم إنزاله من الفنت بوكس إلى أسفل البئر. الوظيفة الرئيسية لهذا السلك الكهربائي هو توصيل الطاقة الكهربائية من السطح إلى أسفل البئر، ويوجد نوعان رئيسيان من هذه الأسلاك، لدينا الفلات كابل والراوند كابل. طبعا هذه الكوابل يتم تصميمها ذلك لتتحمل درجات الحرارة العالية في أسفل البئر التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 300 فهرنهايت، وهي درجة فهرنهايتية. يتم توصيل الفلات كابل من رأس الموتر إلى رأس المضخة، بمعنى أن الفلات كابل قصير جدا قد يصل إلى عدة أقدام، وذلك على حسب طول المضخة، لأنه كما نعرف أنه يتم إنزال المضخة في داخل الكاسينج، وبالتالي سوف يبقى لدينا مسافة صغيرة ما بين القطر الداخلي للكاسينج والقطر الخارجي للموتر. وحيث أن الموتر هو أكبر جزء في المضخة، فإن المسافة المحصورة ما بين الموتر والكاسينج يجب أن تكون جيدة، وذلك من أجل مرور الكابل الكهربائي. ومن المعروف أن الراوند كابل يعتبر ذو قطر كبير مقارنة بالفلات كابل، لهذا يتم استعمال الفلات في الفراغ الموجود ما بين المضخة والكاسن. وبالنسبة للفلات فيعتبر أفضل نوعية ولكنه بعض التكلفة، لهذا يتم استعماله لمسافة صغيرة فقط، وهي المسافة من قمة المضخة إلى أسفل الموتر. ويتم توصيل الراوند كابل من رأس المضخة إلى الفنت بوكس، بمعنى أن الغالبية العظمى في الطول تذهب إلى الراوند كابل باعتبارها أقل تكلفة، وبالتالي نحافظ على التكلفة بقدر الإمكان. ويتم تصنيع الأسلاك بأنواع وأحجام وتغليفات مختلفة لتتحمل ظروف البئر المختلفة، مثل الغاز والمواد التي تسبب التآكل والحرارة العالية، بالإضافة إلى الظروف العادية. وهكذا نصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم. شكرا لكم حسن استماعكم، ونلتقي في المحاضرة التالية بإذن الله، والتي سوف نستكمل فيها باقي المعدات التحت سطحية. شكرا لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.